أهلا بكم من جديد. قرر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر الخميس منع التعامل مع عدد من المغنيين الشعبيين منهم حمو بيكا والعفريت وفرقة الصواريخ وشاكوش وحنجرة وغيرهم، وخاطبت النقابة مسؤولي محافظة مرسى مطروح لمنع أي منهم من الغناء في الساحل الشمالي، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع مصورة من حفلة عقدها حمو بيكا بالأمس الجمعة في قرية مارينا 5، وهو ما دفع نقابة الموسيقيين للتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية. ينضم إلينا عبر الهاتف من ولاية لاس فيغاس الأمريكية الصحفي أحمد ناجي. أهلا بك معايا أحمد. وإحنا شفنا بالفعل قرارات النقيب هاني شاكر ضد عدد كبير من المغنيين الشعبيين، وتقال إن هم فشلوا في امتحانات النقابة. هل فكرة وجود تراخيص قانونية من النقابة لممارسة الغناء فكرة موجودة في العالم كله، ولا دي خاصة بينا في مصر فقط؟ لا، يعني زي حاجات كتير خاصه فيما يخص النقابات الفنيه دي حاجه موجوده في مصر بس، وهي الحقيقه انه بتمارسها اكتر من جهه. يعني في نقابه المهن الموسيقيه، في تصريح المصنفات تبع وزاره الداخليه، في تصريح ثالث لجهات تبع وزاره الثقافه الرقابه. ففي اكتر من جهات بتمارس رقابه على المنتجات الموسيقيه سواء حفلات او اغاني. بخصوص نقابه المهن الموسيقيه تحديدا، فهي ابتدى دورها الرقابي يتوسع بشده في السنوات الاخيره، خصوصا مع المجلس الحالي مع وصول الفنان هاني شاكر. وده يعني بيجي في اطار التوجهات العامه في السياسه الثقافيه والفنيه في مصر، انه النظام الحالي عنده رغبه للسيطره بشده على المنتج الثقافي والفني، وجزء من ده انه بيتوسع في منح الصلاحيات للنقابات اللي هي المفروض اصلا ده مش دورها. يعني النقابات وصلتها انها تدافع عن الفنانين مش ان هي تجري وراهم، وبالتالي ما بقيناش نسمع عن اخبار تخص النقابات المهنيه غير الفنيه، غير ان النقابه الفلانيه فصلت الفنان الفلاني علشان كان طالع لابس قال راي مش عاجبهم، ان النقابه الفلانيه وقفت الفنانة الفلانية عشان طالعة لابسة فستان مش عاجبهم. وبتزيد طبعا المعركة في الحالة مع الفنون الشعبية ومع مغنيين المهرجانات، وتحديدا حمو بيكا، يعني اللي هو في استقصاد شخصي اتجاهه. ما يتعرض له حمو بيكا بالذات، يعني ما بتعرضوش له حتى مثلا بقية مغنيين المهرجانات الآخرين. ورغم وجود أكثر من محاولة يعني لحل المسألة ديت، لكن بتظل النقابة بتتعنت في منحه التصاريح ولو حتى تصاريح مؤقتة. والحقيقة أنه هو شغال حاليا بتصريح كديجي، وده هي الثغرة اللي بتخلي بعض الجهات تقدر تتعاقد معاه بصفته دي جي. طب يا احمد، يعني انت بتقول ان النقابه ابتدت تمارس ادوار غير دورها، وهي بدفع من الدوله، وزي ان هي بتتدخل في شؤون قد تبدو اخلاقيه وللحفاظ على الذوق العام والى اخره، بس البعض يعني البعض موافق على الدور ده، وانه شايف ان دور الدوله ان هي تخش فعلا للحفاظ على الذوق العام، للحفاظ على ان للحمايه من الاسفاف والى اخره من هذا الخطاب. يعني ايه رايك؟ والله يعني ما هو يعني ده يحصل. يعني طبعا انا ضد ده الرقابه باي اشكالها، لكن في النهايه حمو بيكا ده اكتر حد في مصر بيتسمع. انت لو فتحتي يوتيوب، لو فتحت اي تطبيق من تطبيقات الاغاني، هتلاقي نمبر 1 طوال السنتين الاخرانيتين هي اغاني حمو بيكا. وده ببساطه شديده جزء من سبب الحمله عليه تحديدا، انه بوضوح شديد جدا الفنانين الاخرين ومنهم فنانين في مجلس النقابه مساله شخصيه، مساله غيره شخصيه. يعني واحد من الفنانين والاعضاء مجلس النقابه المتزعم المعركه ضد حمو بيكا شخصيا هو الفنان خالد بيومي. والفنان خالد بيومي مثلا ما نعرف لهوش غير اغنيه واحده اسمها السيسي رئيسي. لكن في النهاية لو فتحنا أي حاجة دلوقتي، أي أبليكيشن، هتلاقي إن أكتر أغاني بتتسمع هي حمو بيكا ومحمد رمضان. ومحمد رمضان، طب محمد رمضان بيغني مهرجانات،
طب وهل محمد رمضان معاه تصريح؟ انا ما اعرفش اذا كان فنان محمد رمضان معاه تصريح ولا لا، بس بتخيل مثلا انه هل فنان محمد رمضان عدى اختبارات النقابه قصاد حلمي بكر ولجنه الاصوات؟ انا اشك، لكن ما اعرفش الحقيقه. ومع ذلك محمد رمضان بيغني، محمد رمضان بيعمل حفلات، بيعمل كليبات. مش انا ما اقدرش احكم برضه معايير اخلاقيه، بس ما بشوفش قوي يعني انه في تجاوزات كبيره بيعملها حمو بيكا ما بيعملهاش محمد رمضان. لكن في النهايه النقابه ما تقدرش تقرب من محمد رمضان، لان محمد رمضان وراه شركه سينيرجي وتامر مرسي اللي هو يعني شركات مملوكه لجهات سياديه في الدوله، وحاليا بقى وراه شركه روتانا. تمام، ورغم انه بيغني نفس النوع الموسيقي المهرجانات، تمام، والتعاون قبل كده مع مغنيين مهرجانات، يعني الدخلوية والمدفعجية اللي هم مغنيين مهرجانات احيانا بيغنوا مع حمو بيكا، محمد رمضان نفسه عمل اغاني معاه وبتسمع ده بالملايين، وده بيتسمع بالملايين اكتر. يعني محمد رمضان بيصرف ملايين عشان تنزل اغنية على يوتيوب تعمل 30 مليون، حمو بيكا من غير ما يعمل فيديو كليب ولا حاجة اقل اغنية عنده على اليوتيوب عاملة 50 مليون مشاهدة واستماع. فبالتالي اذا كان الموضوع يعني هو الحفاظ على قيم واخلاق المجتمع، طب والمجتمع، طب امال مين اللي بيسمع كل ده؟ فمعنى كده انه في ديماند، يعني في طلب على الاستماع للنوع ده من المزيكا. ودي الحقيقه انه المزيكا الحاجه الوحيده، يعني اولا موسيقيا في رايي الشخصي انه دي اهم موسيقى طالعه من مصر اخر 5 سنين هي المهرجانات والموجة الراب، لأنها حاجة جديدة جدا، حاجة مختلفة عن كل ما اعتدنا عليه، حاجة مختلفة حتى عن المشهد الموسيقي العالمي، وده سر نجاحها وده سر شعبيتها، وتحولت كمصدر للبهجة لكل الناس. يعني الناس في أي تجمع عايزة ترقص، عايزة تفرح، عايزة تفرفش، بتشغل مهرجانات. وده اللي بخلى تاني انه في صراع، انه فجأة انه في حالة حمو بيكا بس هو ما استمرش انه مغني مهرجانات بيغني في الأفراح الشعبية والحفلات اللي هي بيصفها هاني شاكر بالأزقة والحواري، لا لا، نظرا لنجاحه وشعبيته فبقى بيطلب في الحفلات الكبيرة في الساحل. وبالتالي وده سر القرار الأخير بمنعه من الساحل، انه الفنانين كبار وفنانين اعضاء في النقابه حسوا ببساطه شديده ان حمو بيكا بيهددهم وان مزيكه المهرجانات دي بتهددهم. لان ببساطه شديده انت لو في الساحل قريه سياحيه عايزه تعملي حفله فرفشي الناس، اكيد مش هجيب الفنان خالد بيومي ولا الفنان هاني طب شاكر خليني بس اقول يا يغنى. احمد اصبر معايا، ان احنا كنا بالفعل اتفقنا مع الفنان خالد بيومي وهو عضو مجلس نقابة الموسيقيين ان هو هيدخل معانا، وانا يعني اتمنى ان هو يكون سمعنا وان هو يدخل معانا وان هو يبدي رأيه في كل الكلام اللي بيتقال. كمل يا احمد. فاللي بقوله بس انه النجاح لحمو بيكا ابتدى يبقى بيهدد فنانين اخرين، وبالتالي طب وايه الفنانين يعني الاخرين دول بيستغلوا النقابه ضد. لكن في النهايه جمهور الساحل بيطلب، الناس رايحه تصيف وبتدفع الافات الدولار هي عايزه ترقص تسجيب حمو بيكا وعايزه ترقص مع حمو بيكا وتقول رب الكون ميزنا بميزه. طب أحمد، إيه الإجراءات اللي النقابة تقدر تاخدها دلوقتي بالفعل؟ يعني هما والله انا شايف انه في حاجه هيكليه، يعني برضو احنا يهمنا في النهايه انه يبقى ما هو في النهايه زي ما الفنانين، زي ما النقابه محتاجه الفنانين، الفنانين برضو محتاجين النقابه. وانا بتمنى فعلا انه مجلس النقابه يطور شويه، النقابه محتاجه تغييرات جذريه، بمعنى انه المشهد الموسيقي اختلف تماما عن الوقت اللي اتعمل فيه قانون النقابات المهنيه، قانون النقابات الموسيقيه، وبقى فيه انواع مختلفه جدا من الموسيقى. انت دلوقتي لما بتروحي تختبري اختباراتك كمغني بيقول لك يا تغني شرقي يا تغني غربي، فلما تقول له بغني شرقي فهو عايزك تغني زي ام كلثوم، لما تقول له بيغني غربي فهو عايزك تغني زي خوليو اجلاسيوس في السبعينات. المشهد الموسيقي اختلف، في انواع كتير موسيقيه مختلفه، في عندنا ناس بتغني روك بالعربي، في عندنا ناس بتغني راب بالعربي، في عندنا ناس بتغني مهرجانات. في مشكلة أضخم من السبعينات وهي الغنى الشعبي، يعني هو نفس الحرب اللي على حمو بيكا والمهرجانات هي نفس المعركة اللي كانت ضد أحمد عدوية والغنى الشعبي في السبعينات، بنفس الإدعاءات، بنفس الكلام، بنفس كل حاجة بتتكرر. فبدل ما نضيع وقت وبدل ما نبقى طول الوقت بنخش في حروب،
ليه؟ طب ما ليه ما نطورش اولا من اليات التسجيل في نقابه المهن الموسيقيه؟ ليه نقابه المهن الموسيقيه بدل ما هي في حاله حرب مع الولاد دول واستنزاف لطاقه وجهد النقابه واستنزاف لطاقه وجهد الولاد واستنزاف لقوات الامن؟ لان اللي بيحصل المشهد دلوقتي في اسكندريه السنه اللي فاتت بقى عبثي جدا. كل ما حمو بيكا يعمل حفله تقوم نازل مندوب النقابه ورايح واخد قوه من الشرطه، وقوه الشرطه تطلع تهد الحفله والناس تطلع تجري. مش معقوله يعني. يعني ده مشهد لا مفيد سياحيا ولا مفيد للنقابه ولا مفيد للفنانين، في حين ان النقابه عندها القدره وعملت ده مع بعض فنانين المهرجانات. يعني كان عندها مشاكل قبل كده مع السادات واوكا وارتيجا وقدروا يتواصلوا معاهم ويوصلوا لحل. فبدل ما النقابه تبقى في حاله حرب وعدائيه، وبدل ما نقيب الموسيقيين الاستاذ هاني شاكر يطلع كل شويه يعني يشتم ويحقر من الناس، طب ليه؟ طب ما ناخد الولاد في صدرنا ونحتضنهم ونبص في اليات تطوير الانضمام للنقابه بحيث تبقى مناسبه للتغيرات الجديده في سوق الانتاج الموسيقي، ونوصل لمنطقه وسط. وسهل جدا نوصل لمنطقه وسط، ولما نوصل لمنطقه وسط الفنانين بتوع المهرجانات دول هيدفعوا اشتراكات عضوية، وبالتالي هيمولوا خزينة النقابة، وبالتالي هيمولوا المعاشات بتاعة الموسيقيين والفنانين المتقاعدين. بالتالي المشهد كله هيختلف إذا كان فنان موسيقى المهرجانات بتعاني من العشوائية أو بتعاني من بعض الألفاظ أيا كان، يعني ما يوصفوا البعض بألفاظ خارجة أو إباحية أو عشوائية أو عدم احترام أحيانا لحقوق الملكية الفكرية. كل ده النقابة بدل ما تتحول إنها في حالة حرب تخش بشكل تقدر تنظيمي تنظمه. وتنظم. وده هيفرق كتير جدا، هيفرق كتير جدا، وهيحول الفن المهرجانات من ان هو حالة عشوائية كده لشيء اكثر تنظيما والمصدر اقتصادي مهم جدا، بدل ما الولاد دول بيغنوا بشكل عشوائي خارج كل المنظومات القانونية، وبالتالي حقوقهم الملكية بتاعتهم غير محافظ عليها. هو بيكسبوش يعني، يعني اللي بيكسبوه من ورا إذاعة أغانيهم لا يقارن، لأنه مفيش أي تسجيل للاغاني والى اخره. فنان هاني شاكر مثلا طلع قريب قعد برضه يهاجمهم ويحقر ويقول، وانا لا اظن ان الشخص ده بيفهم الموسيقى ولا اظن ان هو بيعرف يعني ايه نقابه المهن الموسيقيه. طب ما دورك انك تعرف يعني. يعني ما اكيد الاستاذ هاني شاكر من 50 70 سنه لما ابتدى يغني ما كانش برضه عارف كل حاجه، وفي فنانين تاني اكبر خدوا بايده وعرفوه وعلموه. فبدل من الاستنزاف في حاله الحرب ده، لو تدخلت النقابة بشكل مختلف بشكل تنظيمي كلنا هنستفيد، النقابة هتستفيد، المشهد العام الموسيقى هيستفيد، والولاد كمان هيستفيدوا. يعني بدل ما احنا بنتمنى ان هم نحول يسمعوك فعلا يا احمد، وبنشكرك. يعني عيب قوي ان ولاد بدل ما يتاجروا في المخدرات بيغنوا فنحولهم لمجرمين يعني. بنشكرك، شكرا ليك احمد ناجي الكاتب الصحفي، كنت معنا من لاس فيغاس الامريكية.